حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حفل الاستقبال الذي أقيم في قاعة البيت المتوحد للأفراح في منطقة المدام في الشارقة مساء اليوم بمناسبة زفاف معضد نجل حمدان خليفة سعيد هويدن الكتبي إلى كريمة السيد محمد هويدن سعيد الكتبي. وقد بارك سموه لقبيلة الكتبي أفراحهم وهنأ العروسين بزفافهما الميمون متمنيا لهما حياة زوجية هانئة وسعيدة. حضر الحفل عدد من أعيان وأبناء القبائل في الدولة وأقارب العروسين.